بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل النهاردة العلاقات بين الزواج. نعرف معلومات مهمة جدا. أول معلومة: إذا تقاطع مستقيمان فإن كل زاويتين متقابلتين بالرأس تكونان متساويتين في القياس. دي من المعلومات المهمة جدا، إنك في أي رسمة قدامك أول ما تلاقي خطين مستقيمين متقاطعين، تمام، يبقى كل زاويتين متقابلتين بالرأس يبقوا متساويتين في القياس. بص بقول لك، لو كان عندك المستقيم ألف ب، أدي مستقيم أهو، والمستقيم ج ده لو تقاطع نقطة اسمها نقطة ميم أهي، يبقى هتقول لي بما إن ألف ب مستقيم تقاطع ج ده المستقيم بيساوي نقطة ميم، يبقى قياس زاوية ألف ميم ب أهي هتساوي قياس زاوية دال دي ألف ميم جيم، هتساوي قياس زاوية دال ميم ب بالتقابل بالرأس، وقياس زاوية جيم ميم ب اللي هي دي هيساوي قياس زاوية ألف ميم دال اللي هي دي، تمام، برضو بالإيه؟ بالتقابل بالرأس. يبقى أول ما تلاقي قدامك زاويتين متقابلتين بالرأس يبقوا دول كده متساويتين في القياس، تمام كده؟ طيب لازم يكون الزوايا المتقابله بالرؤوس دي لازم تنتج من تقاطع خطوط مستقيمه. يعني بص معايا، لو انا رحت راسم لك كده، ده مستقيم اهو، ورحت راسم كده كده، دول كده مش زاويتين متقابلتين بالراس، دي كده مش هتساوي دي. ليه؟ لان ده كده مش خط مستقيم، لان ده كده مش خط مستقيم، ده خط منكسر اهو، ده خط ايه؟ منكسر، لكن ده خط مستقيم، فهنا ما اقدرش اقول ان قياس الزاويه دي هيساوي قياس الزاويه دي بالتقابل بالراس. يبقى المنظر مش الفكره في المنظر، لا، لازم يكون ده خط مستقيم وده كمان كده خط مستقيم عشان يبقوا متساويتان بالايه؟ بالراس. تعال نشوف مثال. بقول لك هنا في الشكل اللي قدامك ده، ادي الخطين ا ب وج د دول مستقيمين متقاطعين في نقطه ميم، كاتب لك اهو ا ب مستقيم، تقاطع جدا مستقيم بيساوي نقطة ميم، مدي لك قياس زاوية د من ب بيساوي 60، وبقول لك أوجد قيمة س. طبعا هنقول له بما إن أ ب مستقيم تقاطع ج د مستقيم بيساوي نقطة ميم، يبقى معنى كده هنقول له إذا قياس زاوية أ م ج هيساوي قياس زاوية د م ب بالتقابل بالرأس. الزاوية دي قياسها 3 س والزاوية دي قياسها 60، فنقول له يبقى 3 س هيساوي 60، يبقى اذا س تساوي 60 على 3 يساوي 20 درجة. ادي أول معلومة النهاردة. المعلومة الثانية، حاجة اسمها منصف الزاوية، من اسمه كده منصف الزاوية. إيه منصف الزاوية ده؟ هو شعاع يقسم الزاوية إلى زاويتين متساويتين في القياس، اسمه منصف الزاوية، يبقى بيقسم الزاوية إلى زاويتين متساويتين في القياس، يعني الزاويتين يبقوا قد بعض في القياس، تمام؟ من اسمه كده بينصف، يعني بيقسم نصين، تمام؟ فهنا مثلا يبقى منصف الزاوية هو الشعاع الذي يقسم الزاوية إلى زاويتين متساويتين في القياس. يعني أنا في الرسمة اللي قدامك دي بقول لك إذا كان به دال ينصف زاوية أ ب ج، يبقى معنى كده إن قياس زاوية أ ب دال هيساوي قياس زاوية ج ب دال. يعني مثلا لو قياس زاوية أ ب دال ب40 هتبقى قياس زاوية ج ب دال هي كمان 40، ويبقى قياس زاوية أ ب ج يساوي 40 في 2 يساوي 80. ولو انا قلت لك ان قياس زاوية أ ب ج يساوي 60، هتقول لي يبقى قياس زاوية أ ب د هيساوي قياس زاوية ج ب د هيساوي 30. كل ده ليه؟ لو احنا قلنا لك ان ب د ينصف زاوية أ ب ج، يبقى منصف الزاوية هو الشعاع الذي يقسم الزاوية إلى زاويتين متساويتين في القياس. تمام؟ تعال نكمل. نكمل بقى مع بعض. احنا لسه واخدين منصف الزاوية في ملحوظة مهمة جدا عايزك تاخد بالك منها. المنصفان، يعني منصف ومنصف،
لزاويتين متجاورتين ومتكاملتين. ما لهم بقى؟ يكونان متعاملان. يعني ايه؟ يعني لو انت عندك النقط ألف وب وجيم دي على استقامة واحدة، يعني ده كده خط مستقيم، يعني الزاوية دي كده زاوية مستقيمة، زاوية ألف ب جيم زاوية مستقيمة. وقلنا لك ان ب د ينصف زاوية ألف ب ت، وكمان ب واو ينصف زاوية ه ب ج. يبقى انت هتستفيد من كده ان الب د عمودي على الب واو. ليه؟ علشان الزاويه بينهم هيبقى قياسها 90 درجه. وانا قلت لك قبل كده لو الزاويه بين خطين او شعاعين او قطعتين مستقيمتين قياسها 190 قياسها 90 درجه يبقوا متعاملين. تعال نشوف معايا ليه هما قياس الزاويه بينهم هيساوي 90. انت عندك قياس زاويه ا ب ج كلها ب 180 عشان زاويه مستقيمه. يعني قياس زاوية ا ب ه، شايفها اللي هي دي كده، زائد قياس زاوية ه ب ج اللي هي دي كده، هيبقى قياسهم 180. تمام. طيب احنا عندنا ال ب د قلنا عليه بينصف زاوية ا ب ه، يبقى معنى كده ان قياس زاوية ه ب د هيبقى نص قياس زاوية ا ب ه. نفس الكلام الب واو بينصف زاوية ه ب ج، يبقى معنى كده ان قياس زاوية ه ب واو اللي هي دي كده هتبقى نص قياس زاوية ه ب ج. يبقى معنى كده ان مجموع الزاوية دي زائد الزاوية دي هيساوي نص قياس زاوية ا ب ج. وقياس زاوية ا ب ج ب 180 يعني نصها 90، يبقى مجموع قياس الزاويتين دول كده 90 درجة، وبالتالي يبقى ب د وب واو متعامدين. خلاص؟ يبقى تعرفها المنصفان لزاويتين متجاورتين ومتكاملتين يكونان مالهم متعامدان. طيب معلومة اللي بعد كده، مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة يساوي 360 درجة. مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة يساوي 360 درجة. بص كده على زاوية أ من ب هي، وزاوية ب من ج، وزاوية ج من د، وزاوية أ من د، كلهم رأسهم نقطة ميم. كل الزوايا دي كلهم رؤوسهم نقطة ميم. فدي بنقول عليها إيه؟ بنقول عليها زوايا متجمعة حول نقطة. يبقى الزوايا المتجمعة حول نقطة مجموع قياساتها 360 درجة، سواء كانوا زاويتين، سواء كانوا ثلاث زوايا، سواء كانوا أربع زوايا، سواء كانوا خمس زوايا، مش يكون 100 زاوية، هيكون مجموعهم 360 درجة. طيب تعالى تدريب كده، بقول لك في الشكل المقابل راسم لك أنا الرسمة دي. آدي بقول لك أوجد قياس زاوية أ م ب. طبعًا أنا حاطط لك العلامة دي هنا وهنا وهنا، خلاص اتعودنا بقى، يبقى معنى كده إن الثلاث زوايا دول متساوية فين؟ في القياس. فهو الراجل عاوز قياس الزاوية دي، فتروح كاتب له بما أن مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة يساوي 360 درجة، يبقى قياس زاوية أ من ب هيساوي 360 على 3 هيساوي 120 درجة. تعال ناخد تدريبات على المعلومات دي. نشوف مع بعض التدريبين دول كده. بقول لك في الشكل، وأدي الشكل قدامك أهو. قدامك ألف جيم مستقيم وب د مستقيم متقاطعين في نقطة ميم، وعندك قياس زاوية جيم ميم ب بيساوي 150 درجة، وقياس زاوية د ميم ه بيساوي 80 درجة، والراجل عاوز من الشكل دون تجيب لي قياس زاوية ألف ميم ه، يعني عايزين نعرف قياس الزاوية دي. فأول حاجة هنقول له بما أن ألف جيم مستقيم تقاطع به د مستقيم بيساوي ميم، يبقى إذا قياس زاوية ب ميم جيم هيساوي قياس زاوية ألف ميم د بالتقابل بالرأس. يعني قياس زاوية ألف ميم د هي كمان هتبقى 150 زي دي كده، تمام؟ عشان احنا اتفقنا إن الزاويتان المتقابلتان بالرأس تكونان متساويتين في القياس. يبقى معنى كده إن قياس زاوية ألف ميم ه هتساوي 150 ناقص 80
يطلع بيساوي 70 درجة. في الشكل المقابل قدامك مستقيم ألف دال ومستقيم ب ه تقاطعهم نقطة ميم، راسمين لك الميم جيم وحاطين لك علامة إن قياس زاوية ب ميم جيم بيساوي قياس زاوية د ميم جيم، يعني الزاويتين دول قد بعض، يعني الميم جيم بينصف زاوية ب ميم د. وطالبين منك تجيب لنا قياس زاوية أ ميم جيم. طبعا أول حاجة هنقول له بما إن أ د مستقيم تقاطع ب ه مستقيم بيساوي نقطة ميم، يبقى إذا قياس زاوية أ ميم ب هيساوي قياس زاوية د ميم ه هيساوي 50 درجة، يعني الزاوية دي كده هتبقى قد قياس الزاوية دي بالتقابل بالرأس 50 درجة، يبقى احنا عرفنا إن الزاوية دي قياسها كام؟ 50 درجة. طيب بعد كده هنقول له يبقى عندنا قياس زاوية أ ميم د كده كلها كام؟ 180 أهو، عشان ده خط مستقيم يعني زاوية مستقيمة، وإحنا لسه جايبين دي بكام؟ ب 50، يبقى كده نقدر نجيب قياس زاوية ب ميم د، هنقول له يبقى قياس زاوية ب ميم د هيساوي 180 ناقص 50 يساوي 130، يبقى احنا عرفنا ان الزاويه دي كده بكام؟ ب 130. تمام؟ يبقى كده اقدر اجيب قياس الزاويه دي، هقول له يبقى قياس زاويه ب ميم ج هيساوي 130 على 2، عشان ال 130 دي كلها هنقسمها على 2 عشان الزاويتين دول قد بعض، تطلع ب 65 درجه، يبقى احنا عرفنا ان قياس الزاويه دي ب 65، عرفنا ان قياس الزاويه دي ب 50، يبقى نقدر نجيب قياس زاوية أ ميم ج اللي بيسألنا عليها هتبقى 50 زائد 60، يبقى 50 زائد 65 يساوي 115 درجة. معلومات سهلة وبسيطة، المعلومات دي أنت بتفضل محتاجها على طول، فلازم تبقى فاهمها كويس. تمام؟ نتقابل على خير إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.